في كتاب أصول السنة أن شريحاً القاضي رحمه الله تعالى كان يقول إذا جاءت الفتن فلا تستخبر ولا تخبر، يعني لا تسمع أخبار فيأتيك هم، ولا تخبر سولف في أمور الأخبار هذه فتشغل وقتك وتنشغل فيما يضيع عليك العلم. فأحياناً التخفف من هذه الأمور يبارك الله عز وجل في وقتك، وقتك قصير جداً، فاحرص دائماً على التخفف من هذه الأمور.